بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح الوحدة السابعة الدرس الثامن. How many mobile phones are produced every day؟ كم عدد الموبايلات أو الهواتف النقالة التي تنتج كل يوم؟ قبل ما ندخل عزيز الطالب بهذا الموضوع، نأخذ نراجع درس اللي تم دراسته بالكورس الأول أو بالفصل الدراسي الأول، اللي هو المبني للمجهول والمبني للمعلوم. أو أخذنا هذا الدرس، هي نفسها المعلومات، راح نعيدها بشكل سريع. عند تحويل جملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول نقوم. أول شيء شوف عزيزي الطالب، بعض الطلبة يعانون، يقولون إحنا عندنا معاناة في المبني للمجهول. أخذ القضية بشكل بسيط. أول شيء أحذف الفاعل، حدد الفاعل وحذفه، نقدم المفعول به ليصبح الفاعل، خلص عندك نص الشغل. تبقى عندك تغير صيغة الفعل حسب القاعدة، يعني إذا كان بالباست تخلي له was أو were، وحسب المفعول به الجديد اللي صار الفاعل. إذا كان بالمضارع فإز أو آم وآر، وحسب المفعول به الجديد اللي صار الفاعل الجديد. وراح نأخذ بعض الأمثلة. إذا أنا نأخذ أول شيء present simple، عندك كلمات تعرف تدل على زمن المضارع البسيط مثل every، often أو often، usually، always أو sometimes. فعندك هذا القاعدة المبني للمعلوم، subject اللي راح ينحذف، فعل أما بأس أو بلا أس، وعندك الأوبجكت، الأوبجكت يتحول يصير هو الفاعل الجديد، وتشوفه ياخذ is or am أو are لأنه مضارع، زائد تصريف الفعل الثالث. هذا فيما يتعلق بالpresent simple. في المضارع التام عندك subject have أو has زائد تصريف ثالث زائد مفعول به، تحذف الفاعل تقدم المفعول به، وتشوف هذا المفعول به مفرد تحط له هاز، جمع تحط له هاف زائد بين زائد تصريف الفعل الثالث. في الماضي البسيط فاعل زائد فعل في زمن الماضي زائد اوبجكت، تحط الاوبجكت تخليه هو الفاعل، اذا مفرد تخلي له ووز، اذا جمع تخلي له وير زائد تصريف ثالث. عندك هذه امثلة، وامثلة تم شرحها ترجع للوحدة الثالثة الدرس الثامن، تلقى الفيديو بشرح كامل للمبني للمجهول. هذه نفس الأمثلة أنا عدت لك إياها هنا. هدى مثلا cleans the house every day، تنظف المنزل كل يوم. هدى هي الفاعل، تقدر تخليها بالأخير by هدى، المفعول به the house صار هو الفاعل، بما أنه زمن المضارع تحط له is لأنه house، لو houses كان صارت are، تصريف الفعل الثالث. عندك هذه أيضا أمثلة، عندك أمثلة كثيرة ممكن ترجع لها عزيز الطالب في لهذا الموضوع. نرجع إلى هنا إلى الكتاب. Just 10 years later this has doubled، تضاعف. شوف this هو الفاعل، has doubled، and 4 million barrels of crude oil، وعشر ملايين برميل من النفط الخام per day are produced. يعني معناها مثلا إيراك، فرضا نقول شنو has، شوف are produced، Iraq is produced 4 million barrels، نحذف Iraq راح تصير 4 million barrels of crude oil per day are produced. Earlier in 2014 68 million mobile phones were manufactured، تم صناعتها. شوف مبني للمجهول، in India's mobile phone plants. Today a record، يعني رقم قياسي، 338,000 cars are produced، تم إنتاجها، by، شوف الفاعل صار بالأخير، the Kia Motors European Factory، معامل الأوروبية لشركات كيا، over 100 million mobile phones are now manufactured each year in Indian factories، and this number is set to rise. In 2008 150,000 cars were produced in the Slovakian Kia Motors factory. Around 2 million barrels of oil per day were produced by Iraq back in 2006. عندك هنا بعض الكلمات أو الأشياء اللي لازم تعرفها. Assembly lines يعني خطوط التجميع. At car plant في معامل السيارات أو معمل السيارات. Reach 98% efficiency. Efficiency معناها كفاءة أو فعالية. Phone production in India has reached 100 million.
Oil production doubled. شوف doubled in a decade يعني تضاعفت في عقد من الزمن في 10 سنوات. ورا ما تقرأ المبني للمجهول عزيز الطالب وتحلل هاي الجمل وترجمها ترجع لهنا إلى activity book. Use the prompts to write 2 sentences. اكتب لنا هذا اني استخدمه لكتابة جملتين. الأولى تكون بالpast passive والثانية بالpresent passive. بالpast passive هذه new technology was used for extracting oil. والثانية new technology is used. يعني نفس الجملة تسويها مرتين. مرة في الpast passive المبني المجهول في الماضي بwas مثلا استخدام أو where. والثانية بالpresent باستخدام is or am أو are. كمل بقية الجمل عندك حوالي 6 جمل. هذا نتكملهن. ترجع عزيز الطالب تحاول تجاوب على الأسئلة التالية بfull sentences. How many cars were produced in Kia's European factory in 2008? Where is Kia مثلا هنا Kia European factory. من ترجع عزيز الطالب راح تشوف مثلا in 2008 150,000 produced in the Slovakian Kia Motors factory في معامل الكيا بسلوفاكيا في مدينة في دولة سلوفاكيا. فهاي عندك هنا بعض الأسئلة تجاوبها من المعلومات اللي موجودة بالكتاب. Thank you very much for your listening and good luck for you all.